السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 164 من كتاب بو كومينيكا اون فرونسي المستوى الرابع الابتدائي. عندنا اليوم برودكسيون دو ليكري، يعني الإنشاء. شنو مطلوب منا هو برودكسيون دان تيكست، كتابة نص دو 3 أ 4 فراز، من 3 إلى 4 جمل سامبل بسيطة à caractère injonctif. دات سبغة أمرية، يعني بحال اللي تكون فيه أوامر أو نصائح. لا سيتياسيون شنو هي الوضعية اللي غنطلقوا منها؟ كيقول لك أن بروفيسور، أستاذ سو برومين افيك سي زيليف، يتجول مع تلاميذه دون لا فوري، في الغابة، إي لوغ دون دي كونساي، وكيعطيهم في نفس الوقت كيعطيهم نصائح سور لا بروتيكسيون دو لا ناتور، حول حماية أو الحفاظ على الطبيعة. كما كتلاحظوا إذا هو خرجهم يتسارعوا، وبنفس الوقت كيعطيهم دروس أو نصائح في الحفاظ على الطبيعة. قال لك جوبسيرف اتونتيفمون لي دو فوتو، ولاحظوا بشكل جيد هاد الصورتين. هاد الصورتين هنا اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن هاد وكيتمشاو بحرص وبعناية بشوية. هنا دايزين فوق واحد شجرة طايحة، خايفين يطيحو، وكل واحد شاد في الآخر. تلاحظو هنا كنلاحظو هادو الممرات اللي ينصحو أنك تمشى فيهم، ما تمشيش هنا، تبقى غير غادي وكتخسر الورود والنباتات. تمشى في هاد لي سونتي، في هاد الممرات اللي مصاوبة، واضح؟ هنا قال لك نشوفوا بعدا شنو كنلاحظوا في الصوره. شنو نقولوا؟ il y a des enfants، كاين اطفال، يعني des écoliers، تلامذ، sont dans la forêt، هم في الغابه. شنو كيديروا؟ ils font une randonnée. شنو هي randonnée؟ هي ديك النزهه اللي كتكون على الرجلين، يعني تقدروا تنزهوا مثلا في سيارتنا، ولكن لا، هذه لا randonnée ديما كتكون نزهه اللي كديروها على الرجلين ولا فوق الخيل. une promenade، يعني هي واحد النزهة دون لا فوغي، ولكن على الرجل. شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بأن هاد التلامد كيتمشاو بشوية، إل مارش لونتومون، يعني بتعتقل، بهدوء، ببطء. هنا إل سو دون لا مان بور نو با تومبي، شي عاطي اليد لشي باش ما يطيحوش، لأن غنفوق واحد الجدة ديال واحد الشجرة. هنا لا دوزيام ايماج، شنو فيها هاد لا دوزيام ايماج؟ شنو كتلاحظوا فيها؟ كتلاحظوا بان كتمثل لينا لا دوزيام ايماج ريبريزونت دي سونتي دون لا فوري. كما قلنا هادو ممرات في الغابة، لان بقاو تما كيتمشاو الناس فوقهم تترسموا هاد الممرات هادو، واضح؟ نشوفوا هنا قال لك جو بونس او كونساي، افكر في النصائح، اي او زانترديكسيون كو بو دير لو بروفيسور ا سي زيليف. نفكر في النصائح وفي النواهي، يعني انترديكسيون يعني كينهاهم على انهم يديروا شي حوايج اللي ممكن يقول لهم الاستاذ. مجموعه من النصائح اللي يقدر يقول الاستاذ هي نانيمير مثلا با دو فو دون لا فوري، مثلا هنا نو كوي با لي فلور، ما تقطفوش الازهار، الى غير ذلك. هنا دابا نشوفوهم في النص اللي عطيونا. هنا قال لك جو مانيبول اي جو ريفليشي، اتحكم وافكر. جيكري ان بوتي تيكست، اكتب نصا صغيرا انجونكتيف، يكون فيه امري، اوامر او نصائح او توجيهات، دو 4 او 5 ليني، من 4 او 5 سطور، كونتونون، كيتضمن هذا النص لي كونساي، النصائح، اي لي زانترديكسيون، والنواهي. هادشي اللي قلنا بان حنا نوصلوا ليها بلا ما نكتبوها في الاول ونعاودوها، dite par le professeur، اللي قالها الاستاذ لهاد التلاميذ ديالو. je le montre à mes camarades du groupe، ونوريهم التلاميذ اللي كاينه في القسم ديالي، يعني اللي في المجموعه الجروب ديالي. هنا je me valide que je relis mon premier jet، نقرا لو جي هو المسوده، يعني داك الوسخ اللي درت، نعاود نقراه. en m'aidant de la grille ci-dessous، باستعانه بهاد الشبكه اللي عندنا. هاد الشبكه شنو فيها؟ قالك جي دوني ان تيتخ ا مون تيكست، عطيت عنوان للنص ديالي. جي اكري 4 او 5 فراز، كتبت 4 او 5، يعني ساعة من كتقلب كتبقى تشوف واش بصح درتي العنوان ولا ما درتيش، ولا درتي كذا ولا ما درتيش، ولا درتي 4 سطور
او خمسه سطور بور اكسبريمي دي كونساي باش تعبر على اربعه او خمسه جمل ماشي سطور بور اكسبريمي باش تعبر على النصائح او نواهي. جي امبلوي دي فراز امبيراتيف. الامبيراتيف يعني استعملت جمل اللي مصرفه في زمن الامر. هنا جي ريسبكتي لا بونكتياسيون، انا احترمت علامات الترقيم، مثلا درت الفواصل ودرت النقاط ودرت علامه استفهام، درت علامه تعجب الى غير ذلك. من بعد جي كري مون اسي، نكتب المحاوله ديالي، اي جو لو رومي ونولي نعطيه للاستاذ ديالي بور لو كوريجي، لان كتبت المسوده الاولى غندير فيها النصائح، نولي نتاكد من هاد الشبكه ونولي نعطي المحاوله الثانيه للاستاذ ديالي باش يشوف باش يصححها ويعطيني النقطه ديالي. انا نعطيكم نموذج ديال هاد النص اللي تقدروا تكتبوه بحاله. هنا قال لك العنوان هو هذا لو جي، العنوان هو هذا pour protéger la forêt. لكي نحمي الغابة. Bonjour les enfants. صباح الخير أيها الأطفال. Voici quelques conseils. ها هي بعض النصائح pour une promenade باش تجولوا نزهة مثمرة. Promenade fructueuse يعني مثمرة، يكون تأتي الأكل ديالها والثمار ديالها. Évitons d'allumer un feu en forêt. لنتفادى إشعال النار في الغابة. Ne laissons pas de déchets derrière nous. Ma nkhliwch zbel morana après ce pique-nique. Min ba3d had annouza ma nkhliwch zbel morana. Évitons de casser les branches des arbres. Linatafada taksir aghsan dial ashjar. Afin d'éviter likay natafada que les oiseaux perdent leur nid. Anna al asafir satafqidu a'shashaha. انا من بعد منها نو ديرونجي با لا فون. شنو هي لا فون؟ لا فون هي الحيوانات ديال واحد المكان معين. هنا لا فون كنقصدوا بها دابا الحيوانات ديال الغابه، سواء ثعلب، ارنب، مثلا قرد. الاسد ما يكونش في الغابه لان هذه ماشي غابات استوائيه، يعني غابات اللي كيدوز فيها الناس غالبا. الاسد لانه خطير كيشدوه يديو لحديقه الحيوان. اذا الغالبيه كتكون مثلا ثعالب، ذئاب، أرانب، يعني اللي حاجة اللي ما عندهاش خطورة كثيرة على الإنسان. هنا نو ديرونجي با لا فون، قلنا ما تزعجوش الحيوانات ديال الغابة. هنا نو بيتيني با لي بلون. شنو هي بيتيني؟ أنا جاية من بي، لي بي، لي بي هما الرجلين. نو بيتيني هي ما تزطموش برجليكم على النباتات. إتيليزي لي سونتي، استعملوا الممرات بحال داك اللي شفتو في الصورة. إذا كما كتشوفوا هذا هو لو جي ديالنا، ممكن انكم تستعملوه. نعاودوا القرايه ديالو لو جي بور بروتيجي لا فوري. بونجور لي انفون، voici quelques conseils pour une promenade fructueuse. Évitons d'allumer un feu en forêt. Ne laissons pas de déchets derrière nous après ce pique-nique. Évitons de casser les branches des arbres afin d'éviter que les oiseaux perdent leur nid. Ne dérangez pas la faune, ne piétinez pas les plantes, utilisez les sentiers. وهكا كملنا الدرس ديالنا الصفحة 164 برودكسيون دو ليكري. إلى اللقاء.